الآن راح نتكلموا على خريج الحان وشباب مأمون باشا اللي راه يقوم بتصوير فيديو كليب خاص به كان مدنا بعض الكواليس نشوفوا من عدنا نرجع. يلا كما راكم تشوفوا كواليس تصوير كواليس حصريه من فيديو كليب مأمون باشا. مأمون اللي كان شارك يعني عم بك انا نحبه هو خريج مدرسه الحان وشباب عماد و... ومأمون حتى عندهم خوهم صغير لو تخوازيام تان عنده اون تخي تخي بال فوا فوالا. يلا نشوفوا واش قال. شوفوا تصريح مأمون باشا مشاهدينا الكرام في سكوب لايف المشاهير. نعود نقول عندي كيما دوكا عندي اغنيه تاع كي يطيح اللي نخاف، هي اغنيه تاع الشاب عمر تاع الما، وعاودتها كيما نقولوا حنا يعني شاورتو فيها وعاودتها وقال لي عاودها، حبيت نعاودها بلوك جديد وعفسه جديده كيما نقولوا حنا فيرسيون جديده، والحمد لله خدمتها مع المايسترو انيس عربي اللي هو الابن تاع الفنان الشاب عمر، وان شاء الله فيها خير وراح نخدموا حاجه مليحه بزاف بزاف. طابع الصطايفي صح كاين، راح نقعد في طابع الصطايفي وطابع الشوي والطاف، كاين عده طبوع ان شاء الله وكاين عده اغاني فيها قدها طابع راح نخدموا ان شاء الله. الحالي ما شكيتش بيسك هو راه في البلاد وانا راني هنا في فرنسا، ما شكيتش راك تعرف سمع بها الواحد يهبط البلاد، وان شاء الله ان شاء الله فيها خير، وان شاء الله ندير ديو مع عماد ان شاء الله وعلاه لا. الكلمه الاخيره ان شاء الله واش حبيت نقول لكم، تبعوني ان شاء الله، راه كاين جديد وكاين جديد ثاني مع فنان ثاني خارج الوطن ثاني من بلاد واحده اخرى، خليوها لهم سيربريز ان شاء الله. ونختمها لكم ان شاء الله نقول لكم انتظروني ان شاء الله في قناه شور. إذا مشاهدينا التصريحات هذه اللي بعتها مأمون باشا بعتها حصريا للايف المشاهير من فرنسا. يا خويا نقول لك بالتوفيق وإن شاء الله المزيد من التألق والنجاح.